السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام على قناة مستر حمدي بسيوني على اليوتيوب. Lesson 4 درس الرابع في تأسيس اللغة الإنجليزية للكي جي 1 أو كي جي 2 أو مرحلة الأعمار ما بين 4 أو 5 أو 6 سنوات. النهاردة معادنا هناخد حرفين مع بعض، حرف الـ E والـ F. E والـ F هنتعود إزاي أو نتعلم إزاي نكتب حرف الـ E ونكتب حرف الاف ونعرف بعد كده اصواتهم والكلمات اللي بتبدا ب. تحت انا سايب لك تحت في الديسكريبشن في الوصف قناتي على التليجرام، ممكن تدخل عليها وتحمل من عليها المذكره، او لو هتشتغل في كراسه اربع سطور كراسه لغه انجليزيه زي ما احنا ماشيين مع بعض من بدايه الكورس باذن الله تعالى. وطبعا انا بطبق لك على الحروف ازاي نكتبها في الكراسه. حرف الاي كابيتال بتكتب على اول ثلاث سطور، طبعا حفظنا على طول القاعده بتاعتنا اب تو داون من فوق لتحت ليفت تو رايت من الشمال لليمين، القاعده دي تكتب بها اي حرف فين في اللغه الانجليزيه. والقاعده الثانيه اللي قلناها ان كل الحروف الكابيتال بتتكتب على ايه؟ على الثلاث سطور اللي فوق، كل الحروف الكابيتال على اول ثلاث سطور. لكن الحروف الصمام منها على الثلاثة اللي فوق ما تلمس الرابع، منها على الاثنين اللي في النص ما تطلعش لفوق ولا تحت، ومنها على الثلاثة اللي تحت ما تلمس السطر الأولاني. حرف الإي كابيتال بنعمل 1 من فوق لتحت وبناخد ثلاث شرط كده 1 2 3 تمام. حرف الإي 1 2 3 4 اوكي اجين 1. ممكن تعمل كده 2 وبعدين ترجع 3 4 وممكن كمان تعمل كده 1 2 زي رقم 2 كده بالحساب 3 4. الثلاث حالات مفيش مشكلة، مفيش أي مشكلة، الطريقة اللي تناسب طفلك تكتبها بيهم، إنك تعمل 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 اي حاله فيهم في الثلاثه مفيش مشكله، اهم حاجه يلتزم على النقط ويلتزم على السطر. حرف الاي من الحروف السهله كابيتال، الاي سمول بقى هي اللي محتاجه ايه تركيز وبتبقى عندنا فيه مشكله. ليه؟ لان في بعض الاولاد بتجيبها من تحت لفوق كده، وده طبعا ايه خطا. في بعض الاولاد تجيبها كده وبعدين تقوم لفه الدايره كده، طبعا كده ايه خطا. امال بنعمل ايه؟ بناخد شرطه من النص من الشمال لليمين من غير ما نشيل ايدينا ونطلع فوق ونلف الدايره بتاعتنا. ها هنا عشان تكون اوضح بناخد شرطه من النص شمال لليمين ليفت تو رايت اب تو داون من فوق لتحت. تاني يا حبايبي شمال لليمين ليفت تو رايت اب تو داون من فوق لتحت. ها يبقى على النقط كده 1 2 1 2 اوكي. ده بالنسبه لحرف ايه؟ الاي سمول. يبقى الاي كابيتال على الثلاث سطور اللي فوق، الاي سمول على السطرين اللي في النص ما تطلعش في المسافات اللي موجوده. طيب طبعا عندنا هنا كلمتين ايج اير، ايج البيضه اير الاذن. طيب تعالوا في الصفحه اللي بعدها ناخد الكلمات اللي بتبدا بحرف الاي. عندنا اربع كلمات بتبدا بحرف الاي. أول كلمة elephant 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 اللي هو الفيل elephant، طبعا ال P وال H هنا بتنطق F elephant. طب البيضة egg 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 egg، طبعا ما بنقولش egg elephant no 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 elephant egg egg. طب عين اي اي اي. طب رقم 8 8 8. طبعا جي والاتش سايلنت لا تنطق 8. عندنا قاعده لما يكون حرف الاي جاي قبل الجي والاتش لا تنطق تبقى سايلنت، ولما يكون حرف التي جاي بعد الجي والاتش برضه نفس القاعده سايلنت لا تنطق 8. elephant egg
I ate. طبعا احنا هنا في كلمات او في حروف خدناها قبل كده، تمام، واحنا بنكتبها احنا قلنا احنا بنركز دلوقتي على ايه؟ على الاربع حروف اللي خدناهم A B C D، وبنركز على حرف الـ E، الحرف الخامس، letter 5، letter number 5، حرف رقم 5. انا ما بحاسبش الطفل على الحروف اللي ما خدهاش، انا بحاسب على الحروف اللي خدها بس، اوكي؟ واكيد انا لما بقول له بدون قصد او بقول له بطريقه غير مباشره الطفل بيتعلمها وبيخزنها، ولما باجي اكتبها بعد كده بتبقى ايه؟ سهله ان شاء الله. تعالوا يلا نكتب كلمه elephant، الشمال لليمين، up to down، ال L فوق لتحت، وانت بتكتب مع الطفل كده والطفل بيقول بيكلم نفسه E، ال P 1 لف دايره، ال H حبايبي من فوق لتحت كده بطلع ما تشيلش ايدك وتلف، ال A طبعا لازم الطفل يكون عارف شكل حرف الـ A كده عشان لما يجي ينقله، تمام، ما يكتبوش بالطريقة دي، الـ N T التلاتة ألف، يبقى دي كلمة elephant، elephant، وطبعا هنا آخرها كلمة ant، A N T، elephant، elephant، والـ P والـ H بتنطق F. طب البيضة egg، E حرف الجي، ها بعمل سي يا حبايبي، يلا ها كمان مرة، جي دبل جي، اج دبل جي يعني اتنين جي، دبل ال يبقى اتنين ال، دبل اس يبقى اتنين اس. طيب عين اي، 1 2 3 4 اسهل طريقة، الواي سمول، اي ثمانية 8 E I G H T شمال اليمين، يبقى عندي أربع كلمات elephant egg I ate، أوكي؟ طبعا أنا ما بكون قاعد جنب الطفل وهو بيكتب الكلمة من الشمال لليمين عشان ما يكتبليش كل حرف لوحده، تمام؟ ده ليه بقى؟ عشان في الاول مره هنا بقول له ايه من الشمال لليمين من فوق لتحت وبنكرر كده، لكن هنا بقى يكتب سبيلنج بقى عشان يحفظ الكلمه. 1 2 3 4 5 6 باذن الله لو فضل سبيلنج بعد كل كلمه ايه؟ يكون حفظها ان شاء الله. اوكي؟ من الشمال لليمين كده. طيب تعالوا يلا ننتقل على حرف الاف، عندنا هنا في الليسن درس النهارده هناخد الاي مع الاف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بنستكمل مع بعض الليسن 4 الدرس الرابع وحرف الاف. الاف قريب طبعا جدا، الاف كابيتال قريب من حرف الاي، طبعا حرف كابيتال يبقى ايه؟ من فوق لتحت، تمام، الشمال اليمين، اب تو داون، ليفت تو رايت، وايه كمان؟ ها وعلى الثلاث سطور اللي فوق، يبقى هنعمل كده 1 شيل ايدك 2 3، اف كابيتال اجين كمان مره 1 2 3. طبعا الطفل اللي ما بيكتبش بسرعه ده بيكون ايه؟ بيكون نعمه، بيكون طفل جميل وولد وبنت عسوله مؤدب، والولد اللي بيستعجل ده بيبقى متعب شويه، ولكن احنا نستحمل الطفل ونصبر عليه عشان بعد كده نستريح، نتعب في الاول معاه وبعد كده ان شاء الله هنستريح. اف كابيتال يلا اخر مره 1 2 3 اوكي. طب تعالى يلا الاف سمول، ها من فوق لتحت كده، ولازم الشرطه، شايفين الشرطه دي لازم مهمه جدا زي الحليه كده 1 شيل ايدي 2، اهم حاجه الشرطه دي من الشمال لليمين 1 2، لازم الشرطه من الشمال لليمين، اب تو داون من فوق لتحت، ليفت تو رايت من الشمال لليمين. الطفل يكرر الجمله دي على طول، عصايه جلده زي ما بنقول 1 2 من الشمال لليمين، اخر مره 1
2 F capital و F small. طبعا F capital على الثلاث سطور اللي فوق وال F small زيها على الثلاث سطور اللي فوق. طيب تعالوا حبايبي يلا نشوف الكلمات اللي بتبدأ بحرف الاف. عندنا ثلاث كلمات بتبدأ بحرف الاف. اول كلمة سمكة، فش فش فش، ش. حرف الشين، الاس والاتش بتنطق ايه؟ شين. فش فش، اف اي اس اتش، فش. طب الفلاح، ها عم الحاج، عم الحاج اسمه ايه؟ عم الحاج فارمر، فارمر فارمر. تضغطش على حرف الار تقولش فارمر، لا فارمر فارمر فارمر. اف اي ار ام اي ار، فارما فارما فارما. طب المروحة، فان فان. طبعا هنا المقطع ده ان ان، فان فان. فش فارما فان. طب تعالوا يا حبايبي يلا نتعلم نكتب الثلاث كلمات دول يلا على السطور. فش 1 2 3 F I، حرف سهل جدا كله مستني حرف الاي ده عشان يكتبه بسرعة. S H Fish F I S H Fish Fish. طب يلا ها فلاح، F شمال اليمين، A R M. طبعا كل التركيز على ايه؟ على حرف الاف والحروف اللي خدناها قبل كده زي الاي والاي شمال اليمين، دي ما فيش فيها تساهل. لو الطفل بيكتبهم خطا ما تفوتش للطفل، خلي بالك الطفل ذكي جدا. لو الطفل بيكتب خطأ في الحروف اللي احنا اخدناها في ليسون 1 و 2 و 3 ما تفوتش، يمسح ويكتبها تاني. لكن لو كتب حرف الام خطأ مش مشكلة، ليه؟ لسه ما خدناهوش. حرف الار لسه ما خدناهوش. الاس الاتش احنا بنحاسبه على الحرف اللي خده بس. فان اخر كلمة، اف فوق لتحت شمال اليمين، اي ان، اعمل واحد كده الان ونص دايره كده فان. اوكي يبقى عندنا ثلاث كلمات بحرف الاف. حرف الاف طبعا بالعربي زي الايه؟ ها زي الفاء. فش فارما فان. اوكي طيب تعالوا يلا نتعلم ازاي هنكتبهم في كراسه اربع سطور. كراستك، افتح كراستك، اوبن يور نوت بوك وركز معايا. هنكتب من اول الحرف الاي لغايه الاف. كراستك تمام، لازم تكون اربع سطور، اللي كراسته سطرين يبدلها. عندنا يلا نبدا حرف الاي، يلا نراجع كده 1 2 3 اي كابيتال، الاي سمول نص دايره واطلع وانزل. ها اي بعدها بي، شاطر يرد عليا، الخايف بقى هو طبعا اللي مش هيقول. حرف البي يلا 1 2 3، وقلنا بقدر الامكان نخلي الطفل يعمل الدايرتين زي بعض. البي سمول 1 2، سي اي بي سي، سي كابيتال حرف جميل، سي سمول اي بي سي. سيب له مثلا ثلاثة يكتبوا هنا واكتب انا على الرابع. A B C ها D، very good. 1 2، دي small بنبص لها، نعمل حرف السي ونطلع لفوق وننزل لتحت. D الإي كابيتال 1 2 3 4. طب الإي small شمال اليمين فوق لتحت. بعد الاي اف
One, two, three. الاف سمول زي عصايه جدو كده، والشرط اهم حاجه ايه؟ من الشمال لليمين. اوكي، لازم نتعلم من الشمال لليمين من فوق لتحت، عشان لما نيجي نكتب كيرسيف بعد كده واعلمك تشبك الحروف في بعضها ازاي تكتب ايه الحروف. على فكره مش شرط الولد يكتب كتير قد ما يكتب صح، يعني كان ممكن اقلب الصفحه واكتب دول، لا يكتب دول بس يكتبهم صح احسن ما يكتب لي صفحه ويبقى مستعجل ان هو يخلصها، وفي نفس الوقت الولد او البنت هيمشي كلامه من غير انت ما تاخد بالك وهيزهق ويمل، يبقى انا كده بكرهه مش ايه بحببه. اوكي، بكده نكون وصلنا لنهايه ليسن 4 الدرس الرابع، حرف الاي والاف. لو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبه لي تحت في الكومنت، وبذكرك تاني ان المذكرة انا رافعها على قناتي على التليجرام، وانا سايب لك في الديسكريبشن للفيديو تحت قناتي على التليجرام لو حبيت تحمل مذكرة، لو حبيت تشتغل من كراسة يبقى لازم الكراسة 4 سطور. Thanks for watching. شكرا على المشاهدة. باي باي.